يسعد أوقاتكم. رجعنا من جديد لحتى نبدأ اللي نهينا فيه الحلقة الماضية، ورح نحكي اليوم أكثر عن حق الرجل بالتعبير عن مشاعره. بداية، ما فينا نحدد الاضطرابات النفسية حسب الجنس. ما فينا نقول إنه الذكور بيتعرضوا لاضطرابات نفسية أكثر من النساء، ولا العكس. وبكتير من الدراسات بتشير إنه معدل الانتحار عند الذكور مرتفع أكثر من عند الإناث، يعني الذكور اللي بينهوا حياتهم أكثر بكتير من الإناث. شو السبب؟ الصورة اللي بيحطها المجتمع للذكر هو اللي بيخليه يختار طرق أقسى وأبشع ومميتة، من باب الذكر ما بيبكي وشد حالك. لازم نسمح للذكر والأنثى أنهم يعبروا عن مشاعرهم وقت يزعلوا وقت يفرحوا من هن وصغار. صورة القوة المغلوطة اللي تنحط دائماً أقبال الرجل أنه أنا ما بعبر عن مشاعري، أنه أنا ما بنكسر، هالشي بيخليه يتراكم لحتى يتفاقم ويوصل حقيقة لمرحلة ما ينفع فيها الندم. ولأنه دائماً منقول للرجل لا تبكي، لا تعبر، لا تزعل، بيخليه هالشي يكبت ليوصل لمرحلة ما بيقدر يتعامل مع هي المشاعر اللي جواته، ولا بقى بيقدر يفهمها. والصورة النمطية للذكور اللي انحطت بالسنوات الماضية شكلت ضغط كتير كبير عليهم، لأن المسؤولية كلها وقع على عاتقهم. بيخلي الذكر يحس بفشل لما يوصل لعمر معين وما يحقق هالأشياء. منعلم الذكر إنه ما يعبر، ما يحكي، ما يقول شو عم يزعجه، شو عم بيحز، وهالشي ما بينمي الذكاء العاطفي عنده. أثناء قراءتي لمقال بيتحدث عن الأمراض النفسية عند الرجال بقلم طبيب نفسي مختص، كان أحد الأسئلة إنه لماذا يميل الرجال إلى الانعزال أثناء تعرضهم لضغط عصبي أو تقلبات مزاجية؟ كان الجواب كما يلي: بطبيعة الرجل، وركزوا لي على كلمة طبيعة، فهو لا يفضل التعبير عن نفسه كثيراً، كما أنه لا يحب طلب المساعدة، فهو يميل إلى مساعدة نفسه بنفسه. الجواب صادم. تعالوا نفكر كلنا فيه، هل الرجل بطبيعته وتكوينه ما بيحب يعبر؟ هل هو عن جد ما نو بحاجة مساعدة؟ قديه الجواب بياخد من إنسانية الرجل وبيزيد الهم عليه؟ وكنت عم فكر أنه هل يا ترى له استناد علمي، ولا كله بيرجع للصورة النمطية اللي حكينا عنه؟ تعالوا نفكر أنه قديه عم تندعم هي الفكرة وتتغذى بكتير من المجالات لحتى الكل يقتنع أنه هي شيء طبيعي وحتمي. وبنفس الوقت في جهود عظيمة لأخصائيين عم بيحاربوا هي الفكرة ويدعموا الرجل ويستثمروا أي مناسبة يكونوا عم بيحفزوا فيها الرجل ليطلق العنان لنفسه ويعبر. وفي مفارقة عظيمة بتقول إنه نحن لازم نضل نشوفك قوي ولازم تضل سوبرمان وسوبر هيرو، وبنفس الوقت عليك مسؤوليات وضغوطات كتير كبيرة، فإنه دبر رأسك كيف بدك توفق ما بين القوة والسوبرمان وما بين هي المسؤوليات. هالشي بيخلي الذكر يوصل لمرحلة ما بقى بيعرف شو يعمل بحاله، ولا بقى يقدر يطلب المساعدة ولا يعبر. ممكن في ذكور تلحق حاله وتطلب المساعدة، وفي منهم ما بيعرف، لهيك ممكن يتعرض لأمراض نفسية واضطرابات ممكن تودي فيه للانتحار. وعلى الذكر أنه يختار شو الطريق اللي بده يمشي فيه، ويقرر أنه يعبر ويعرف أنه معه عائلة وأصدقاء وشركاء ممكن حقيقة هنن يساعدوه ليحقق الشيء اللي هو بده إياه. نحن بنحس بنفس الطريقة وبنفس الاضطرابات. ما في اضطرابات حكر على الإناث أو حكر على الذكور، وهالشي لازم يساعدونا فيه الأخصائيين النفسيين ليوضحوا دائماً أنه في اضطرابات نفسية بتصيب الذكور والإناث بنفس السوية. هالشي لما يتوعوا الذكور عليه بيساعدهم أنهم يكونوا عم بيعبروا ويحكوا شو عم بيحسوا حقيقة. لازم نكسر هاي الصورة، الذكور بيحسوا هيك شي وبيشعروا بهيك شي، لهيك لازم نحنا نكون عم نوعيهم لنفتح لهم الطريق ويعبروا. أكثر ردات الفعل شيوعاً بين الذكور الناتجة عن هالكبت هي الغضب والعنف والمزاج المتقلب، وما بنقدر نحدد مشاعرهم أو شو بدهم بهي اللحظة، وهي كلها إشارات نحن لازم نكون عم نلحظها أنه هذا الذكر حقيقة عم بيعاني من ضغط معين نتيجة كبته لهي المشاعر.
وفي إشارات أخرى تتمثل بالإدمان وفقدان الشغف والتعبير العكسي، يعني منشوف ذكر قاعد عم يضحك وبيمزح بس هو حقيقة من جوا عم يتألم وحامل هموم كتير كبيرة، وأساساً ممكن يكون واقع بورطة هو بحاجة مساعدة بس ما نعرف يعبر. وبنفس الوقت ما فينا نعتبر أي حد عم يمزح ويضحك هو حامل هموم جواته، بس التعبير العكسي هو حقيقة من الإشارات اللي نحن لازم نكون عم نلحظها. طبعا هذا الشيء بناء على كلام كتير من الأخصائيين النفسيين. أي ذكر معرض لهدول القصص اللي نحن حكيناهم؟ لهيك شو دورنا تجاه هاي القضية أو تجاه هذا الموضوع؟ لازم نكون حاضرين مشانه وعم نسمعه، ولما نوصل لمرحلة ما نقدر حقيقة نكون نحن عم نساعده فينا نتواصل مع مختص لنسأل كيف فينا نساعد هذا الشخص ليخفف من هاي الضغوطات. ولازم نبلش نوعي الصبايا أيضا على أهمية الشراكة، أنه ما في شيء اسمه فارس الأحلام. هذا فارس الأحلام كمان بوقت من الأوقات هو بحاجة يكون عم بيحقق أحلامه مع شريكة حقيقية. ما لازم كل الوقت أنت اللي لازم تجيب لي وأنت لازم تعمل لي لأنك أنت رجال بهي العلاقة، أبدا. لازم نوعي الصبايا على أهمية الشراكة بالبيت وبالشغل وبالحب وبالدعم وبكل القصص اللي ممكن هي تجعل الحياة أفضل للذكور، لحتى يكونوا ما عم بيحسوا بهي الضغوطات اللي عم تثقل عاتقهم. دورنا من مجموعاتنا الصغيرة نساعد الذكور يكونوا عم بيعبروا ونسمعهم، وما نستهزئ من يلي عم يبكي أو عم يضحك بصوت عالي أو هو بحاجة حضن أو حتى بحاجة يكون عم بيشارك فرحه أو حزنه لأي شخص. نساعده أنه يعبر ونكسر الهواجز المتعلقة بالتعبير عند الذكور، لأنهم هنا مهمين وموجودين معنا وبهمنا كتير كتير تكونوا مرتاحين.